التمرير الجميل، لكن اتكلم عن الخطوره، ظهر فقط يقدمه من خلال 1-2 هنا مع اللاعب مبابي تسديده، لكن اللاعب الحافظي لم يضع رجله بشكل جيد. إذا يعني هي مجموعه فرديات من اللاعبين ليس تكتيك، هذا الذي احسسناه خلال يعني خلال الشوط الاول، هو حاجه المنتخب الى اللاعب القديوي لصنع الخطوره من خلال التألق من فاروق بن مصطفى. قدم نصف شوط افضل من نصف الثاني. اذا الخطوره لو ننتبه، وتصور انه سيتفق معي قيس، هو انه المهاجم ولاعبي ارتكاز الحران على الجهه اليمنى وائل بلكحل على الجهه اليمنى، واوكلت مهمه التنشيط او ربما صناعه لعب خاصه لفرجاني ساسي، وهو ليس متعود بهكذا مركز وبهكذا تواجد في الملعب. اقول انه الى حد الان اتحدث على الاقل على المنتخب التونسي، المهم انه لم يقبل اهدافا، وهذا لكن مهم محاولات جداً. خجوله يعني من هذه المحاولات نشاهدها، لكن المحاولات هنا كانت اغلب عن طريق خاصه بن يوسف مرتين او ثلاثه مرات، لكن المهم الان المنتخب التونسي ان يذهب اكثر الى الهجوم، وعندما تذهب اكثر للهجوم يجب ان تجازف، ان تترك بعض المسافات. اذا اراد المنتخب التونسي ان يدوم في هذه المسابقه عليه ان يذهب اكثر للهجوم، لكن خاصه مع التفكير مهند في التوازن، التوازن في وسط الميدان والدفاع. نعم، تحدث قيس عن ان هذه الشوط، هذا الشوط ربما هو سيناريو مشابه للمباراة الماضية التي لعبت في دور المجموعات، في التصفيات، في الدور الربع النهائي، في النهائيات، واختلفت كرة. تصويبة ممتازة وخطيرة جدا، اللمسة من ساسي مصعب، التصويبة دوران بهذه الطريقة. ساسي مصعب هو أحد أفضل عناصر المنتخب التونسي في وسطية مستمرة، هجمة سريعة ولكن التوزيعة خلب. ولا ننسى الملحمة الكبيرة لثعالب الصحراء لمحارب الصحراء، تصويبة جول خطيرة جدا هذه الكرة الجميلة من بن يوسف فخر الدين من خارج منطقة الجزاء على بعد 35 متر، تصويبة أرضية ماكرة. الكرات الثابتة قد تكون الفيصل، قد تكون الفارق. نتابع ضربة حرة لمصلحة منتخب تونس في العمق، خطيرة جول مصلحة المنتخب المغربي، كرة في العمق لبن جلون، والراية تسلل، راية التسلل. لا 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 لا، هذا هدف صحيح وسليم يلغي حكم المباراة بداع التسلل. بن جلون لم يكن رجما لمصلحة المنتخب المغربي، كرة مغربية، هنا المرور، هناك المساحة والتصويب، الحارس يتدخل، بن مصطفى فاروق ينقذ المنتخب التونسي من لدغة. تحرك حثيث، هذه اللمسة، هذه الكرة، كرة وصلت إلى عبد اللطيف نصير، نصير نصير، والتوزيع من نصير، وجول جول يوسف القديوي الذي كان بإمكانه أن يراوغ أكثر من لاعب. شوف الاستلام لم يكن متسللا بتاتا، صلاح الدين عقال يستلم باليسرى، يصوب بذاتها، والحارس في المكان المناسب للمنتخب التونسي. لمسة طويلة لصلاح الدين عقال، فرصة 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 لتسجيل، من الشمس في النهار واضحة، ركلة جزاء في كرة حاجة.